بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة النساء. الدرس 18. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه الآيات الكريمات بيان فوائد الهجرة، وفيها أحكام صلاة المسافر، وفيها أحكام صلاة الخوف، وفيها بيان أهمية الصلوات المفروضة. وقوله سبحانه وتعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرة وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. فالهجرة في سبيل الله فيها فوائد عظيمة. الأولى أن المهاجر يخرج من بلاد الكفر والمضايقة إلى بلاد المسلمين وإخوانه المسلمين، بدل أن يقيم مع الكفار يضايقونه ويؤذونه، فإنه يجد بالهجرة
إخوانه المسلمين الذين هاجر إليهم يجد منهم معونة له على دينه، معونة له على دينه مراغما كثيرا، يعني يجد منعه. مراغم هو المنعة التي يرغم بها أعداءه. هذا أعظم الفوائد من الهجرة، أن المسلم ينضم إلى إخوانه المسلمين ويعيش معهم في سعة تمكن من دينه، ويتمكن من الجهاد في سبيل الله مع إخوانه. وفيها أن المهاجر بدل ما هو في ضيق في بلاد الكفار يجد سعة، سعة في الأرض يجد فيها، ألم تكن أرض الله واسعة تهاجروا فيها، يجد سعة في المسكن، سعة في الرزق، سعة في أداء العبادة، بدل ما كان مضيقا عليه في بلاد الكفار. فائدة الثالثة أنه إذا خرج مهاجرا وأدركه الموت في الطريق كتب له أجر المهاجر. من يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله بهذا الشرط، أن يكون مهاجرا إلى الله ورسوله، ليس قصده من الهجرة طلب الدنيا أو الرفاهية، إنما يكون مهاجرا إلى الله ورسوله، هذا قصده. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله حقيقة وحكمة. من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه من طمع الدنيا، وليس له ثواب الهجرة عند الله سبحانه وتعالى. الأعمال بالنيات. فإذا أدركه الموت وهو في طريق الهجرة فإنه يكتب له أجر المهاجر تماما، ولا ينقص ذلك من أجره شيئا. ثم يدركه الموت فقد وقع أجره، أجر الهجرة على الله سبحانه، تكفل الله له بالأجر. أنه فلا يقال إنه ما وصل إلى بلاد الهجرة، ولا ما دام أنه خرج شرع في الهجرة بنية صالحة فإنه يكتب له أجر المهاجر إلى يوم القيامة. من يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ويوضح هذا حديث الذي قتل 99 نفسا ظلما وعدوانا، قتل 99 نفس ظلما وعدوانا جبار، ثم إن الله أوقع في قلبه الندم وأراد أن يتوب، لكن تعاظم ذنبه وخشي أن لا تقبل توبته، فسأل عمن يفتيه هل له توبة أو لا. دلوه على عابد جاهل، عابد جاهل يعبد الله ويجتهد في العبادة لكن ليس عنده علم، وهذا ما يكفي، العبادة ما تكفي، ولا يصلح العابد أن يكون مفتيا، لا بد أن تكون الفتوى
إلى العلماء، فقال لهذا العابد إنه قتل 99 نفسا هل له من توبة؟ قال لا، تعاظم هذا الجاهل، تعاظم الذنب وقال ما لك توبة، فقتله، أخذته الغيرة والغضب وكمل به 100. هذه نتيجة الجهل والفتوى بغير علم، قتله وكمل به 100. ثم سأل عن عالم فدلوه على عالم، فأتاه قال له إنه قتل 100 نفس ظلما وعدوانا هل له من توبة؟ قال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ هذا جواب العالم، ما أحد يحول بين العبد وبين ربه ويقول مالك توبة. قال ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكنك بأرض سوء، يعني اللي حملك على قتل النفوس أن الأرض التي تعيش فيها أرض ظلم وعدوان، فأنت تربيت على الظلم وعلى العدوان، حصل منك ما حصل، فاخرج إلى أرض كذا وكذا، فإن فيها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. هذا فيه تغيير المكان، مكان السوء إلى مكان الخير، هجرة، هذه هجرة. فخرج الرجل يريد الأرض الطيبة، ثم أدركه الموت وهو في الطريق، فتخاصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة يريدون أن يأخذوه إلى الجنة، وملائكة العذاب يريدون أن يأخذوه إلى النار، لأنه لم يعمل شيئا. فأرسل الله ملكا بصورة رجل يحكم بينهم، فقال قيسوا ما بين البلدتين، البلدة التي خرج منها والبلدة التي خرج إليها، فإلى أيهما كان أقرب كان من أهلها. فقاسوا فوجدوه أقرب إلى الأرض الطيبة بشبر، وفي رواية لما حضره الموت جعل ينوء بصدره إلى الأرض الطيبة، فزادت المسافة شبر، فقبضته ملائكة الرحمة. فهذا مثل ما جاء في الآية، من يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا كثير المغفرة، رحيما كثير الرحمة. الله جل وعلا يريد أن يغفر ويريد أن يرحم عباده، فإذا فعلوا أسباب الرحمة وأسباب المغفرة غفر الله لهم ورحمهم، وهذا من كرمه وجوده سبحانه ومحبته للتوبة، محبته لتوبة عباده، وكان الله غفورا كثير المغفرة رحيما كثير الرحمة. ثم قال سبحانه وإذا ضربتم في الأرض، يعني سافرتم، الضرب في الأرض هو السفر، كما في قوله تعالى علم أن فيكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض، يعني يسافرون يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون
في سبيل الله. وإذا ضربتم في الأرض أي سافرتم لأي غرض، سافرتم لجهاد، سافرتم لهجرة، سافرتم لتجارة، سافرتم لأي غرض مباح، لأي غرض مباح. وأما السفر لغرض محرم كالذي يريد أن يذهب إلى بلاد الفجرة والكفار من أجل أن يطلق لنفسه العنان في الفساد والشهوات، فهذا لا يقصر الصلاة ولا يفطر في رمضان، لأن سفره سفر معصية ولا يعان على المعصية. هذا مذهب جمهور أهل العلم، بأن سفر المعصية لا يترخص فيه، إنما يترخص في السفر المباح أو السفر الواجب، سفر الطاعة هذا يترخص فيه. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح، أي إثم، أن تقصروا من الصلاة الفريضة، تقصروا من صلاة الفريضة الرباعية، تقصروا الصلاة الرباعية الظهر والعصر والعشاء إلى ركعتين بدل 4 ركعات، تقصروا من الصلاة. والقصر في السفر سنة أفضل من الإتمام، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. القصر أفضل من الإتمام، والإتمام جائز، لكن القصر أفضل عملا برخصة الله سبحانه وتعالى. وأما قوله ليس عليكم جناح فليس له مفهوم، لا يقال إن القصر فيه إثم ولكن الله خففه وعفى عنه، لا، ما فيه إثم أصلا، ما فيه إثم. ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، هذا من أجل إذهاب ما في بعض نفوس الجهال أن القصر خلاف الإتمام، وأنه أقل أجر، وأنه أقل أجر، ويريدون الإتمام أكثر أجر. الله جل وعلا قال: ليس عليكم جناح، حرج، ليس عليكم حرج، ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وهذا أيضا لا مفهوم له، هذا القيد لا مفهوم له، يجوز القصر وإن لم نخف من العدو، يجوز القصر وإن لم نخف من العدو. ولهذا وقع في نفس عمر بن الخطاب رضي الله عنه إشكال، فقال: يا رسول الله، كيف نقصر وقد أمنا؟ الله جل وعلا يقول: إن خفتم وقد أمنا. فقال صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا من الله صدقته. فليس لقوله تعالى إن خفتم، ليس له مفهوم، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ثم قال: إن الكافرين، يبين سبحانه وتعالى عداوة الكافرين للمسلمين، وهذه عداوة دائمة إلى أن تقوم الساعة. الكفار أعداء للمسلمين، يجب عليهم أن يحذروا منهم. إن الكافرين كانوا لكم ولا يزالون عدوا مبينا، بين العداوة، فاحذروا منهم، خذوا حذركم منهم.
هذا القصر في السفر، ثم ذكر صلاة الخوف، ثم ذكر صلاة الخوف، هذا تخفيف آخر من الله سبحانه وتعالى أنهم إذا كانوا في مواجهة مع العدو ويخشون إذا دخلوا في الصلاة على العادة والمعتاد أن العدو ينتهز الفرصة فينقض على المسلمين، الله جل وعلا بين للمسلمين ماذا يعملون في هذه الحالة، يؤدون الصلاة ويحتاطون من العدو، يؤدون الصلاة ويحتاطون من العدو. ولهذا ورد أنه لما تقابل المسلمون والكفار في بعض المواطن قال الكفار انتظروا حتى تأتي الصلاة فإن لهم صلاة لا يعملون فيها أي عمل إلا الصلاة، انقضوا عليها. فأرسل الله جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم بصلاة الخوف، أرسل الله جبريل إلى محمد يخبره بمكيدة الكفار وأنهم ينتظرون دخول المسلمين في الصلاة حتى تحجزهم عن الدفاع عن أنفسهم فينقضوا عليهم. فبلغ جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة الخوف، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا يعني لم يدخلوا معكم في أول الصلاة، يعني قسمهم إلى قسمين، طائفة تصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم وطائفة تحرس العدو، تحرس المسلمين من العدو، فيصلي بالطائفة الأولى ركعة كاملة ثم يقوم صلى الله عليه وسلم إلى الركعة الثانية فيثبت قائما حتى يكمل هؤلاء الركعة الثانية قصرا ويسلموا لأنفسهم، ثم يذهبون إلى موقع الحراسة مواجهين للعدو، ثم تأتي الطائفة الأولى التي تحرس تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية، ثم إذا جلس الرسول صلى الله عليه وسلم قبل السلام يثبت حتى يتموا لأنفسهم ثم يسلم بهم. وهذا هو العدل، فإن الطائفة الأولى أدركت مع الرسول صلى الله عليه وسلم تكبيرة الإحرام وصلوا معه ركعة وأتموا لأنفسهم، الطائفة الثانية أدركت مع الرسول صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية وحضرت معه السلام من الصلاة. هذا هو العدل. فلما رأى الكفار هذه الخطة أدهشتهم. من أين جت الخطة ذي؟ جاءت من السماء، جاء بها جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الصفة لصلاة الخوف إذا كان العدو بينهم وبين القبلة، إذا كان العدو بينهم وبين القبلة، وهي التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في غزوة ذات الرقاع قبل نجد. أما إذا كان العدو في غير جهة القبلة فلصلاة الخوف صفات بحسب الأحوال وردت فيها أحاديث.
محمولة على أن كل حديث في حالة خاصة. قال الإمام أحمد رحمه الله: صحت صلاة الخوف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بست صفات أو بسبع صفات كلها جائزة، وذلك كل صفة في حالة من الأحوال، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة ولتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. شوف الأسلحة يحملونها أثناء الصلاة، وهذا أمر مباح لهم أو واجب، يحملون الأسلحة ولا يضر هذا في الصلاة لأنه للحاجة، ليأخذوا أسلحتهم. ففيه دليل على أن المسلمين يعملون الأسباب الواقية من العدو، ولا يقول نحن مسلمون والله يحرسنا ولا يجون الكفار، لا، يأخذون مع التوكل على الله يأخذون بالأسباب، ليأخذوا أسلحتهم، هذا من الأسباب مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. فإذا سجدوا يعني أكملوا ركعة، سجدوا يعني أكملوا ركعة، وعبر عن السجود عن الركعة بالسجود لأن السجود هو أعظم أركان الصلاة. إذا سجدوا يعني أكملوا معك ركعة، فليكونوا من ورائكم يذهبون إلى محل الحراسة، ولتأتي طائفة أخرى وهي التي كانت في الحراسة فليصلوا معك الركعة الأخيرة، ثم يمهلهم الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يكملوا لأنفسهم الركعة الثانية ثم يسلموا بهم. ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا يعني لم يدخلوا معك في أول الصلاة فليصلوا معك. ثم قال: وليأخذوا حذرهم، كرر الأمر بأخذ الحذر، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. هذا فيه أن المسلم يأخذ حذره من عدوه ويأخذ بالأسباب الواقية، الأسلحة هذه سبب وقاية بإذن الله، ولا يقولون حنا مسلمون نحن نصلي نحن ويكفي هذا ولا يجينا العدو، لا، خذ السبب، اجمع بين التوكل على الله والأخذ بالسبب. وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ثم بين الحكمة في ذلك فقال: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. بين الحكمة من تشريع صلاة الخوف وحمل السلاح فيها وأخذ الحذر أنه قطع لطمع الكفار للمسلمين. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. وهذا أمر يجب أن يتخذه المسلمون دائما وأبدا مع عدوهم، وأن العدو يتربص بهم الدوائر وينتهز الفرص للإضرار بهم، فيكون المسلمون على حذر من عدوهم دائما وأبدا. ما قال سبحانه: ولا جناح عليكم، أي لا إثم عليكم، إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. إذا كان حمل الأسلحة فيه مشقة على المصلي بسبب المطر أو بسبب المرض، ما يستطيع يحمل السلاح إما لمطر ينزل
وإما لمرض للمصلي فإنه لا يكلف بحمل السلاح أن تضعوا أسلحتكم. ثم كرر فقال وخذوا حذركم، خذوا حذركم. الله جل وعلا يقول لنا خذوا حذركم، فلا نأمن من الكفار أبدا، لا نأمن منهم، وإن تعاهدنا وإياهم وإن تصالحنا وإياهم إلا أننا مع ذلك لا نأمنهم، بل نكون على حذر، على حذر منهم ومن مكرهم وكيدهم. ثم قال جل وعلا إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا، أعد للكافرين عذابا مهينا، فهم وإن سلموا من المسلمين في الدنيا وانتقام المسلمين منهم فإنهم لن يسلموا في الآخرة، لأن الله أعد لهم عذابا مهينا يهانون فيه ويخلد فيه مهانة، عذاب هوان والعياذ بالله. إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا بسبب كفرهم، فالكافر إذا مات على الكفر فليس له إلا النار والعذاب المهين، هذا مصيره ومأواه والعياذ بالله. إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. نعم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل ما هو الصيد الذي يحرم صيده في الحرم وهل الحمام يدخل فيه؟ نعم، الصيد عام، الصيد عام يشمل الحمام، إلا الحمام الذي غذاه، الحمام الذي يغذيه هذا حلال له، إنما الصيد الذي يتغذى من البر هذا لا يصاد في الحرم، لا ينفر صيده، لا ينفر يعني لا يهيج من مكانه فضلا عن أنه يصاد ويذبح، لا. فالذي يعيش في الحرم من غير ملكية لأحد عليه هذا لا ينفر ولا يقتل في الحرم. وأما ما يغذيه الإنسان من الطيور هذا لا بأس به أن يذبحه وأن يأكله. نعم، يقول هل إذا صلى الإنسان على المخالف مدة 5 سنوات وربما أكثر هل يكون هذا مخالفا لمنهج السلف الصالح في الصدع بالحق والرد على المخالف؟ الصدع بالحق مطلوب إذا أمكن ولم يترتب عليه مضرة أكثر، إذا كان يترتب عليه مضرة أكثر فلا، ما إذا كان لا يترتب عليه مضرة بل يترتب عليه زوال المنكر أو التخفيف من المنكر فهو واجب. نعم، تقول السائلة امرأة مريضة وقرر لها الأطباء دواء تأخذه بشكل يومي كل 12 ساعة ولمدة 5 سنوات وربما بعد ذلك تشفى وربما لا، فماذا تفعل في شهر رمضان في هذه السنوات 5؟ هل تطعم أو تنتظر الشفاء
وتقضي؟ تفطر في هذه الرمضانات، تفطر وتأخذ الدواء والحمد لله، فإن شفيت بعد ذلك تقضي، وإن قرر الأطباء أنه لا يطمع في شفائها فإنها تطعم حين ذاك، إذا تعذر القضاء إنها تطعم حين ذاك. نعم. يقول: زوجة مصابة بالسحر وهي على استقامة وحافظة للقرآن، فبماذا تنصحونها وما هو العلاج وترك الدعاء منه؟ العلاج بما أباح الله من الرقية الشرعية بالقرآن وبالأدعية الشرعية، وكذلك بالأدوية المباحة، الأدوية المباحة، وأيضا إذا عثر على مكان السحر، لأن السحر يكون مخفى في مكان فيبحث عنه، إذا وجد فإنه يتلف ويحرق، هذا مما يعالج به السحر. ثلاثة أشياء: الرقية بالقرآن، الرقية بالأدعية الشرعية، تعوذات الشرعية، إتلاف السحر إذا وجد. نعم. يقول: كيف نتعامل مع من تعصبوا لدعاة الضلال، وكيف يكون التدرج في نصحهم، ومتى يهجرون، وكيف يكون هجرهم؟ دعاة الضلال اليوم كل واحد يقول فلان ضال وفلان مبتدع وفلان ما في ضابط معروف، لكن إذا ثبت أنهم دعاة ضلال فإنهم يناصحون ويوعظون، فإن استجابوا الحمد لله، وإن لم يستجيبوا برئت الذمة نحوهم ويهجرون ويبتعد عنهم. نعم. يحذر منهم. نعم. يقول: هل رفع اليدين بالدعاء بين الأذان والإقامة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أم أنه لم يفعل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي مع الإقامة؟ رفع اليدين في الدعاء بين الأذان والإقامة لا دليل عليه، يدعو لا بأس يدعو، لكن بدون رفع اليدين، لأن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول: تعطرت وأنا محرم فمسحت على رأسي ولحيتي، ما الحكم؟ تبادر بغسله، إذا كنت ناسيا تطيبت وأنت محرم تبادر بغسله وإزالته، ولا شيء عليك والحمد لله. نعم. يقول: هل الأفضل أن أمسك لساني تجاه ما يحدث بين طلبة العلم أم أبين وأناقش؟ إيه؟ هل الأفضل أن أمسك لساني تجاه ما يحدث بين طلبة العلم أم أبين وأناقش؟ تناصح مناصحة، أن الإنسان يكف لسانه عن الكلام في الناس والغيبة والنميمة، فإذا ما استجابوا فأنت اسكت امسك لسانك، لا تدخل معهم في مهاترات تراشق بالكلام، لا تدخل معهم في هذا إلا بالنصيحة والموعظة، إن قبلوها الحمد لله، وإن ما قبلوا أديت ما عليك. نعم. يقول: هل هناك أعمال من قام بها غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ نعم، هناك أعمال إذا تقبلها الله فإنه يغفر الذنب المتقدم والمتأخر، الله غفور رحيم سبحانه وتعالى، مثل صيام يوم عاشوراء يكفر الله به السنة الماضية، يكفر الله به السنة الماضية والسنة القادمة في رواية، ما مضى وما يحدث، ما تقدم وما تأخر. نعم. مثلا صيام يوم عاشوراء، نعم، قيام ليلة القدر، قيام رمضان،
كل هذا يكفر الله به الذنوب المتقدمة وفي بعض الروايات والمتأخرة. نعم. تقول: ما هي شروط السفر إلى بلاد الكفر التي يكثر فيها المنكرات؟ لا يجوز السفر لبلاد الكفار إلا لحاجة، إما تجارة تعاقد مع شركات يرجع، وإما لعلاج ما يوجد إلا هناك يسافر للعلاج، وإما لتعلم علوم ما توجد إلا عندهم والمسلمون بحاجة إليها، وإما للدعوة إلى الله عز وجل. كل هذه تسوغ السفر إلى بلاد الكفار بقدرها ثم يرجع. نعم. الذنوب هل تضاعف في الحرم؟ نعم. هل تضاعف الذنوب في الحرم؟ تغلظ، ما تضاعف، لكن تغلظ، يغلظ إثمها وعقوبتها. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يذقه من عذاب أليم. إذا نوى أن يلحد في الحرم مجرد نية يذقه من عذاب أليم، فكيف إذا عمل؟ نعم. يقول: والدتي تريد أن أتنازل لها عن حصتي في بيت ورثناه من والدنا، فهل هذا من حقها؟ هذا من حقك أنت، تنازل أو ما تنازل، ما له حق أن تجبرك على التنازل، لكن إذا أردت الأجر والبر بها وإرضاء الوالدة تنازل، جزاك الله خير. نعم. يقول: أنا أخرج الزكاة في جمادي الأول، ولكن بصعوبة لكون المال عبارة عن سلعة، فهل يجوز تأخيرها إلى شوال، وهذا لكون السلعة قد بيعت وسهولة إحصاء المال؟ زكاة المال الأصل أنها تخرج في وقتها، إلا إذا كان هناك عذر يقتضي التأخير فإنك تؤخرها إلى أن يزول العذر ثم تخرجها. نعم. أقول: ما هي الأسباب التي تعين على ترك المعاصي؟ الأسباب كثيرة، منها الخوف من الله عز وجل واستحضار الخوف من الله والخشية من الله، ومنها الإكثار من تلاوة القرآن وتدبره، ومنها مجالسة الصالحين، منها الإكثار من الأعمال الصالحة وخصوصا الصلاة المفروضة، حافظ عليها وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. نعم. يقول: رجل يدعو الناس إلى شد الرحال إلى القبور وتعظيمها، هل تصح الصلاة خلفه؟ لا، الذي يدعو إلى زيارة الأضرحة والسفر إليها هذا لا تجوز الصلاة خلفه، لأنه لا يستنكر الشرك بل يدعو إليه. نعم. يقول: كيف نعرف العالم الشرعي؟ هل بكثرة طلابه أم بكثرة كتبه أم بسمعته بين الناس؟ بتقواه، تعرفه بأمرين: بالعلم والتقوى. نعم. يقول: أثناء الطواف والسعي كان معي شخص يجهل أحكام العمرة. أثناء الطواف والسعي كان معي شخص يجهل أحكام العمرة، فصرت أعلمه بحيث يردد معي ما أقول، فهل هذا صح؟ نعم، يعمل مثل ما تعمل لأنه جاهل، لا بأس بذلك. نعم. يقول: هل طاعة الوالدين في الجهاد في سبيل الله واجبة، وإن لم يأذنوا فماذا أفعل؟ الجهاد الذي هو فرض كفاية لا بد من رضا الوالدين، لأن الذهاب إليه سنة ورضا الوالدين واجب، فلا تقدم السنة على الواجب،
وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج مع المجاهدين، فقال له صلى الله عليه وسلم: أحي والدات؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. نعم. يقول: في بلادنا يصلون الصبح قبل وقته، فماذا علي فعله، علما بأني إذا صليت معهم لا أستطيع الإنكار عليهم؟ لست متأكدا من هذا، ما أظن المسلمين في بلد يجمعون على الصلاة قبل الوقت، لكن ظهرت ظاهرة في بعض الشباب يقولون إن المسلمين الآن يصلون الفجر في غير وقته. المسلمون يجمعون على خطأ وعلى ضلالة، هذا شيء ما، هذا كلام جهال، ما هو كلام عقلاء ولا علماء. المسلمون صل مع المسلمين والحمد لله، واترك الشكوك. لو كان واحد مثلا أو جماعة محصورة يمكن يخطئون، لكن البلد كله والجماعة كلهم يصلون، تقول إنكم كلكم على خطأ، ما هو صحيح. نعم. يقول: ما حكم من يقول ليس في هذا العصر علماء، وهل العلماء باقون إلى قيام الساعة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. نعم. وهذا يقول لا ما فيه. نعم. يقول: طفل لقيط عمره سنة كاملة الآن، وقد تم فطامه وهو الآن يأكل ولا يرضع، فهل إذا أرضعته زوجتي ليعيش بين أولادي ويكون ابنا لنا من الرضاع، هل هذا جائز؟ نعم، هذا فيه إنقاذ لنفس وإحسان إلى هذا الرضيع، وإذا أرضعته 5 رضاعات في الحولين يكون ابنا للمرضعة ولمن له اللبن وهو الزوج. نعم. هل تسقط تحية المسجد وركعتا الطواف بعد صلاة العصر؟ من دخل المسجد بعد صلاة العصر أو طاف حول الكعبة، هل تسقط صلاة الركعتين؟ لا، صلاة الطواف لا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى ركعتين من ليل أو نهار. نعم. يقول: من جاء لأداء العمرة، هل تشرع زيارة الروضة وقبر النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة آتي فيها إلى العمرة وأذهب إلى المدينة وإلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ زيارة المسجد النبوي لأجل الصلاة فيه أمر مطلوب، وصل بأي مكان تيسر لك من المسجد النبوي، ما هو بلازم في الروضة، ما هو بلازم في الروضة، مسجد كله محل للصلاة، الصلاة فيه عن 1000 صلاة فيما سواه من المساجد. نعم. تقول: ما حكم شراء الآنية التي بها إشارة الزائد وهي تشبه الصليب؟ إشارة الزائد شبه الصليب. الزائد؟ نعم. مش الزائد؟ علامة الزائد، علامة الصليب اللي عليه صليب، يمسح الصليب، يروح بالصانع أو الحداد ويزيل الصليب، يطمسه ويستعمل الإناء، ولكن يبقى الصليب لا. نعم. يقول: ما هو الفرق بين المنهج والعقيدة؟ منهاج كل منكم، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. العقيدة هي ما بين العبد وبين ربه من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، والإيمان بالله يشمل الإيمان بربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، كل هذا يدخل في الإيمان بالله عز وجل. وأما المنهاج فهو العمل والشريعة،
من الحلال والحرام والأحكام القضائية، وهذا المنهاج. نعم. يقول: في بلدنا مسجد صغير لا يسع المصلين، فبنينا مسجد كبير ولله الحمد بجوار القديم بأمتار معدودة، والآن القديم مهجور. اقترح البعض أن يكون مدرسة لتعليم القرآن والعلم النافع، والبعض اقترح أن يكون صالة للمناسبات الاجتماعية والأفراح والمآتم، وكل ذلك بعد إعادة بنائه لأنه متسطع، فأيهما أولى؟ إذا كان البلد فيه جهة مسؤولة عن المساجد فراجع الجهة المسؤولة عن المساجد، أو القاضي إذا كان فيه قاضي شرعي راجعه، إذا لم يكن فيها جهة مسؤولة ولا قاضي شرعي فتجتهدون في هذا، يجعل لتعليم القرآن، ما يجعل للمآتم والحفلات، لا، يجعل لتعليم القرآن، لأنه وقف، هو وقف يستعمل لأمور شرعية ولا يستعمل لأمور لا تناسب. نعم. يقول: كيف يحافظ طالب العلم على ما حفظه أو قرأه أو سمعه ولا ينساه؟ بمذاكرته، حافظ عليه بمذاكرته وتكراره. نعم. وهل لطالب العلم أن يدعو إلى ما تعلمه على علم وبصيرة، أم لا بد أن يقطع سنوات في طلب العلم ثم بعد ذلك يدعو إلى الله عز وجل؟ يدعو إلى الشيء الذي تعلمه وعرفه، وأما الشيء الذي لا يعلمه ولا يعرفه لا يدخل فيه، يدعو على قدر ما عنده من العلم لا يتعداه. نعم. ما هي مسافة القصر للمسافر؟ اختلف العلماء فيها، والذي عليه جمهور أهل العلم أن مسافة القصر قدر بثمانين كيلو، يعني يومين قاصدين للراحلة 80 كيلو، بعضهم يقول 3 أيام للراحلة، فهذا هو مناط تقدير، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين، وفي رواية 3 أيام، وفي رواية أن تسافر ولم يذكر أياما، فدل على أن السفر له مسافة، يومين أو 3. نعم. يقول: أنا مسافر وفي بعض الأحيان يقدمونني في بعض المساجد لأصلي بهم وهم مقيمون، فأقوم بإتمام الصلاة خشية أن يسلموا معي وهم لم يتموا الصلاة، ما حكم فعلي هذا؟ افعل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يصلي بالمسلمين في المسجد الحرام في غزوة الفتح، قال: يا أهل مكة أتموا لأنفسكم فإن قوم سفر، يصلي بهم ويعلمهم أنه يقصر، فإذا سلم يقومون ويتمون لأنفسهم، هذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول: أنا طبيب وكنت أعمل عمليات ترقيع غشاء البكارة، ما الحكم علما بأني أعلم أحيانا أن الفتاة فقدت بكارتها بطريقة محرمة؟ لا تعمل هذا، لا تعمل هذا، تغش الناس، هذا غش للناس، ألا تعمل فيه؟ وأيضا هذا فيه كشف عورات، تكشف على عورات البنات لأجل الترقيع، ابتعد عن هذه المهنة. نعم. وماذا عليه فيما مضى؟ توبة إلى الله وترك هذا الشيء. نعم. يقول: كنا في سفر ودخلنا المسجد في صلاة الظهر وصلينا مع الجماعة واختلفنا، هل نكمل باقي الأيام قصرا أم نكمل الصلاة كاملة؟ كم إقامتهم؟ كم الأيام اللي يقيمونها؟ كم؟ إذا كانت الإقامة 4 أيام فأقل فلهم القصر، إذا كانوا أكثر من 4 أيام لا، يتمون الصلاة. نعم.
يقول كنت أعمل في شركة وأتقاضى مرتب 4000 ريال، وأتيحت لي فرصة أخرى فسألني صاحب العمل كم تأخذ من المرتب، فقلت له 5000 ريال فأعطاني 5000 ريال، فهل علي إثم بذلك؟ أعد السؤال. يقول كنت أعمل في شركة بمرتب 4000 ريال وأتيحت لي فرصة أخرى لعمل آخر فسألني صاحب العمل كم تأخذ من الراتب، فقلت له 5000 ريال فأعطاني 5000 ريال، فهل علي إثم؟ نعم يجب عليك الصدق، ما تقول 5000 وأنت تأخذ 4000، لازم تعلمه بالصدق وتقول له أنا من مستمر على هالراتب، هذا قليل زودني، ما لا يخالف إذا طلبت منه زودك ما يخالف، أما أنك تغره كذا لا. نعم. يقول ما حكم من يقول لا تردوا على المخالفين لأهل السنة حتى لا تكون هناك فرقة في الدين؟ لابد من الرد، لكن الرد يكون من أهل العلم، يكون الرد من أهل العلم والبصيرة، ولا لابد من الرد على المخالفين لأجل بيان ما هم عليه من المخالفة لئلا يقلدهم غيرهم، ولعلهم أن يتوبوا من مخالفتهم، لكن ما يتولى هذا إلا أهل العلم. نعم. يقول من جاء وأدى عمرة عن نفسه ويريد أن يخرج لأداء عمرة أخرى عن أحد أقربائه من الأموال، فمن أين يحرم؟ من الحل خارج الحرم، إما من التنعيم أو من الجعرانة أو من الزاهد الشميسي أو من الشميسي اللي هو الحديبية، يحرم من خارج الحرم خارج الأميال. نعم. يقول هل يجوز للأب أن يوزع التركة على الأولاد في حياته خشية عدم إعطاء الأولاد البنات حقهم في الميراث؟ لا بأس بذلك، لكن لا يحيف مع بعضهم، يعدل يعدل بينهم، الذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. ما حكم بيع السلاسل الفضية للشباب من الذكور؟ لا يجوز هذا، السلاسل والخوال الحلي هذا للنساء، الحلي للنساء من سلاسل وغيرها. نعم. هل يجوز للمرأة أن تذهب للطبيب الرجل للعلاج؟ عند الضرورة، إذا ما وجد الطبيبة امرأة وهي مضطرة إلى هذا فلا بأس أن يعالجها طبيب رجل للضرورة. نعم. ما معنى بيع العينة؟ أن يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها، يشتريها البائع بثمن أقل من الثمن المؤجل، هذه العينة حيلة إلى الربا. نعم. هل من السنة رفع اليدين في تكبيرات صلاة الجنازة؟ نعم، مع التكبيرات ترفع الأيدي، ترفع الأيدي في صلاة الجنازة مع التكبيرات. نعم. تقول أمي تؤذي زوجتي وأنا في العمرة، أجبر زوجتي أن تكون دائما مع أمي، فهل لي حق في إجبار زوجتي لذلك؟ لا، الإجبار ما تجبرها، لكن تطلب منها هذا وترغبها في إعانتك على بر أمك ولها الأجر في هذا، إجبار ما تجبرها. نعم. تقول أعمل بإحدى الوزارات ولكن لا أذهب إلى الدوام لأن اتفقت أنا ورئيسي في العمل إذا يوجد عمل جئت وإذا لا يوجد عمل لا أحضر، ما حكم المرتب؟ لابد من حضورك، في عمل ولا ما في عمل يحضر وقت الدوام، إلا إذا كان عندك عذر، إذا كان عندك عذر شرعي لا بأس، أما بدون عذر احضر ولو ما عندك عمل، لأن المطلوب منك تفرغ للعمل مدة الدوام، وربما يطرأ عمل، ربما تطرأ حاجة. نعم. يقول أعمل في شركة ومكان العمل يبعد حوالي 1000 كيلومتر ونظام العمل 22 يوم في العمل ومثلها في المنزل، فهل أقصر الصلاة عندما أكون في العمل؟ لا، إذا عرفت أنك ستقيم أكثر من 4 أيام فلا بد من الإتمام.
نعم.